خطر جدا جدا. والامل جدا والهمه قويه يا اسم ربي ابتدينا واستعنا. والامل جدا والهمه قويه تعبنا من ظروف لكننا لو نطول بلنا عوده وجيه. ما تغيرنا ظروف صار عنا. والامل قدام والهمه قويه. اجلسوا يا شباب اجلسوا اجلسوا اجلسوا. ابدا مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر شاشتنا في اي اوطان، احنا اليوم في التوقيت والزمان ما في واسطه ولا عثمان. القرار اللي تصدر كان زمان في واحد لا 500 وزعل وطلع تكلم في الهواء ورجعوا الاعداد انه القرار عند وائل الخواجي. من هو ماجد؟ وين ماجد؟ تعال ابو سعد. وين ماجد؟ يا ماجد يا ماجد عند الطلي. يا ماجد عند الطلي أيوه. او النجوى نادوني ماجد. مشاهدينا الكرام اختلفت الاوزان، نقاط زمان تغيرت والوضع ما في امان. واحد بيطلع ابراهيم، واحد بيعيش معاكم اللحظه والاوان. تخيلوا انه المركز الاول الليله حياخذ 4000 نقطه زائد جائزه مقدمه له مفاجاه. تخيلوا عيال انا حظبطكم الحلقه هذه شرار ونار. المركز الثاني حياخذ 3000 نقطه. المركز الثالث حياخذ 2000 نقطة. المركز الأول المركز الرابع حياخذ 1000 نقطة. ثلاثة من المتسابقين حياخذ كل واحد منهم 500 نقطة من الهاشتاج. إيش رأيكم بالله؟ كيفني معاكم؟ في مذيع يسوي لكم كذا؟ بأمانة ولا؟ أنا غني في النقاط فأجي أوزع وأعطيكم وأنتم تستاهلون. العلم الجديد ان ما في فرق، الالعاب فرديه، طحن ومطاحن، كل واحد ياكل بيمناه. يا مرحبا حبيبي لا تجي لي بلي امرك. يلا ابسالك سؤال صدق، كم عمرك؟ كم عمرك كم عمرك؟ عمري كبير ما شاء الله تبارك الله. قلنا احد يوم بالثلاثه. صدق كم عمرك؟ 26. ها؟ 26. اصغر متسابق البقومي. نعم 18. مسكني واحد من المطار اسمه عبد الرحمن الحكم قال لي تكفى سلم لي عليه. الله يسلمك. قال تكفى بالله. قلت له والله ابشر. الله يسلمه يا رب. ابشر. باقي احد؟ باقي احد؟ من اللي باقي؟ يا اهلا وسهلا. يا مرحبا. الروح اللي فيكم حلوه يا عيال. مشاهدينا انتم بيدكم القرار بعد الله عز وجل. يا اهلا يا اهلا يا طيب طيب. لا انت ما تودع سواد، زميلك معك في القريه توك تشوفه يقول له هلا حماس يلا يعني عادي اطرح اوراقكم. قبل الحلقه بعد صلاه المغرب دخلت على لقيت ناس نايمه. الله لا يوريكم الملابس اللي لابسينها. واحد دايما يهايط هنا، انا اللي اخذ الجوائز داخل لابس فوطه. والله تفكره عامل فوطه وبدله داخليه. والله يا كبر الفوطه يا شيخ، اخبارك يا قلبي؟ كيف هالقطر معك؟ بس ما يلبس فوطه، معقول اخوياك في السعوديه خربوك؟ طيب مشاهدينا الكرام عشان اقول لكم ان الحلقه مره حاميه، اول 500 حنسحبها بالهاشتاج الان. اول شخص تخيل انك تطلع الليله فايز ب 4500. 4000 الحاله تكفي. تخيلوا انه شخص يفوز معانا مرتين يطلع فايز ب 5000. يعني لو سحبت على هاشتاج وطلع البقمي فاز ب 500 مره ثانيه نعطيه ما نخليه. مين الولد اللي معارض على 500 حقه ما اعطوه لانه طلع برا؟ ودي اعطيه لانه لو بديت الحلقه ما اعطيه.
احنا ندري انك بتعطي يا وائل. انت والله ما ارد خاطرك علمونا ال 500 حقه رجعت لي استاهل. لا 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 والله ما ارد لك طلب. ليه يا اخي ليه انت ما ترد انت؟ يعني والله انت هنا انا جايب اي لاف يو عشانك يعني والله ما عندك. اي ما يشيه لي حقي انا وقفوا لي بالعقبه. ايش ليش 500 حق ولدنا؟ قلت مو بال لا لا دوره انت تحب الخرج انت.